وقبل ذلك لو سمحت ترحموا طبعا دون أن أنسى عن الحارس طبعا الدولي اللي انتقل إلى رحمة الله سمير حجاوي، إن لله وإنا إليه راجعون، ربما كلمة في بداية البرنامج قبل أن نأخذ في المواضيع الرياضية. أكيد والله العظيم مش أقول لك ربي يرحمه سمير حجاوي، على بالنا كان مريض صدوزة فريمون فريمون توشي، كان إنسان طيب خلوق، أنا تعرفت عليه يعني شخصية كي كان إلى في شباب الوزداد، يعني نعم الناس، يعني سامر حجاوي نعم الناس. واش نقول لك ربي يرحمه، سي ديفيسيل يعني دو بير ان بروش، انا توفى لي بابا وعمي في ثلاث شهور صافي، ميم با سي سي موا، ربي يرحمه. لو بابا يعني ولا لا مامون يعني صعيب تعوضها، نعرف دوك لا سوفرونس تاع الناس اللي يروح لها ان بروش، يعني ربي يرحمه يرحم كل موتى المسلمين، وربي ان شاء الله يصبر ذويه ان شاء الله. امين. شكرا رفيق وحيد. ربما سمير حجاوي انتقل الى رحمه الله محمد زكريني بعد رحله علاج قادته الى فرنسا على متن رحله طائره، وكان يروي العوده الى ارض الوطن امسيه اليوم الثلاثاء على الساعه 12، لكن القضاء والقدر ربما سبق تاريخ عودته الى ارض الوطن. ماذا يمكن ان يقول محمد زكريني؟ ونذكر طبعا بانه لعب 171 مباراه في البطوله الوطنيه، لعب لوداد تلمسان، الشلف، بالوزداد، سطيف، فاز بالبطوله مرتين 2007، شبيبة القبائل، فاز بكاس العرب مرتين. محمد زكريني ماذا حتى كان حارس دولي ودار الماتش تاع الجيري ارجنتين طبعا، لعب ثلاث مباريات للمنتخب الوطني. تفضل. نعم، أول وقبل كل شيء أترحم عليه ورحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، يعني المرض الخبيث دافي ريعان شبابه. أنا حصل لي الشرف أني حكمته من اللي كان في وداد تلمسان، هو ابن وداد تلمسان، لعب كما قال كل الفئات ولعب، هو حكمته كي كان في الشلف وكذا، يعني الحجر الميزة اللي كانت لازم أذكر موتاكم بحسناتهم، يعني إنسان متخلق الى ابعد الحدود، عمرك ما تسمع كلمه من عنده. انا حصل لي الشرف اني حكمته في الميادين، يعني الحاجه الوحيده الان نطلب له الرحمه والمغفره والصبر والسلوان للاهل نتاعو. انا صعب كما قال لك رفيق، صعب وصعب جدا لما يروح لك عزيز عليك من البيت، ماشي صعب باش احنا واش نتمنى له الرحمه، خاصه نتمنى له الرحمه، ونتمنى الاخرين يبراوا لنا ان شاء الله الشفاء العاجل. فريد نزار، محفوظ قرباج، صالح أبروت، ممح سعدون تاع لازم، يعني عده هذو راهم مريض بهذه الامراض اللي رانا نهضر عليهم، باللي راهم مريض بالمرض الخبيث هذا، ربي يشفيهم ان شاء الله، يا ربي يرجعهم لاهلهم ان شاء الله سالمين معافين ان شاء الله. شكرا لك محمد زكريني. ونذكر مشاهدينا بانه جثمان الراحل سمير حجاوي سيحل غدا الاربعاء بالجزائر قادما على متن طائره خاصه من فرنسا، وسيوارى جثمان والفقيد طبعا بالتلمسان. محمد او